كما كتشوفوا المباراه ما كانت سهله قدام الخصم اللي جا رجع لورا، وحققنا الدراري داروا اللي عليهم واستطاعوا يماركيو الهدف الاول اللي خلى الماتش تعطى المقابله طعم اخر. والمهم هو 3 بوين ودزنا للدومي فينال، هذا هو المهم. بالنسبه للاعبين اللي كاين اللي ماشي فهاد البطوله كاس العرب وكاس العرب تتبقى في الدومي فينال، كتكون معروفه من زمان كتلعب على اربعه الواجهات، وان شاء الله راه يكون خير ان شاء الله من القدام. الماتش هو جود، كان مباراه زيان الحمد لله، في 3 نقاط الحمد لله، فريق مع بعض نشوف المباراه الجايه بعد متاكب عامل ايوا كل مباراه مع وداد صعب، بيكون كل الناس عايزين كل 3 نقاط مع وداد، فهمت؟ ما في مشكله، لازم تركز يلعب ماتش زين بعدين 3 نقاط على طول. احنا هون بيان كطار الحمد لله، صافي كنتمنى ان شاء الله باش بهذا المستوى هذا نبقاو وان شاء الله نفوزوا في المقابله الجايه ان شاء الله باش ولا فينال كوما. بالنسبه لمباراه نجم الساحلي كيقولوا ان فريق نجم الساحلي فريق صعب. بيان سور، وراه كاع الفرق صعب فهمتيني، ما كاين حتى شي فريق في العالم سهل، حنا اللي تنامبوزيو على ليكيب، واش هما صعاب ولا حنا جاهلين؟ صراحه يعني حنا تاسفنا على الاقصاء ديال الشامبيونز ليغ، الحمد لله يعني عرفنا كيفاش نرجعوا المورال ديالنا، وصراحه يعني حنا طامحين باش نفوزوا بكاس العرش، يعني خصوصا شحال هادي ما فاز بفرق الوداد البيضاوي باش نفرحوا الجماهير الوداديه، كنتمنى ان شاء الله باش نزيدوا نخدموا نزيدوا نحسنوا من المستوى ديالنا ونقولوا الكلمه ديالنا ان شاء الله بطوله وطنيه. المقابله ديال نجم الساحل شنو البريباراسيون ما غاتكونش كيما لي زوطر صراحه، يعني غادي ناخذوا ماتش عادي خصوصا غنلعبوا في الدار ديالنا، كنتمنى ان شاء الله باش نقدموا مستوى جميل ونفرجوا للجماهير الوداديه لحقاش الصراحه كتساند الفريق ديالها في السراء والدراء، نتمنى ان شاء الله باش نزيدوا لقدام ولما لا الفوز بثلاثه الالقاب هذا العام ان شاء الله.